السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادتي الأفاضل، حياكم الله وعظم الله لكم الأجر بهذه الذكرى العظيمة والأليمة، ألا وهي ذكرى استشهاد إمامنا الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء. سادتي الأفاضل، لقد كتب المؤرخون والمؤلفون الكثير عن السيرة العطرة والمواقف العظيمة لتلك المرأة الطاهرة التي قادت تلك الثورة العظمى بعد مقتل أخيها الإمام الحسين عليه السلام، والتي صنعت أمة بعد جدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبيها وأمها الطاهرين صلى الله عليهم وآلهم الطيبين الطاهرين. أكيد سادتي عرفتموها من هي، ألا وهي جبل الصبر الحوراء زينب عليها السلام. حياكم الله من جديد، وكما نحيي ضيفتي الفاضلة التي حضرت معنا هنا في هذه الأيام أيام عاشوراء، ألا وهي الدكتورة كواكب الفاضلة. حياك الله وعظم الله لك الأجر دكتورة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حيا الله المشاهدين الكرام وعظم الله لهم الأجر. عظم الله لك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأجر في هذه الأيام التي تمر علينا بألم وحزن، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء. شكرا لقناة كربلاء، شكرا لمن صنع هذا المكان الذي يوحي لنا وإن كانت مصغرة بمخيمات السيدة زينب عليه السلام والنساء التي كانت معها والأطفال. حياكم الله وشكرا. حياك الله من جديد، وأكيد لنا الفخر كل الفخر، ونتشرف أيضا بهذه الذكرى العظيمة والأليمة، ونتشرف أيضا ونحن بذكر هذه السيدة العظيمة سيدتي ومولاتي زينب الحوراء. ما رأيك لو نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدين إلى هذا الفاصل، وبعدها نعود لنواصل. حياكم الله من جديد سادتي، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنعظم لكم الأجر أيضا. سيدتي الفاضلة، حياك الله مرة أخرى وعظم الله لك الأجر أيضا. وبداية لو نبتدي من سؤالنا، بودنا أن نسلط الضوء على أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وبعدها نتطرق أيضا بالحديث عن نسب وحسب السيدة الطاهرة الحوراء زينب عليها السلام، وكذلك عن انتمائها الأسري. تفضلي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. السيدة زينب عليه السلام هي سليلة بيت النبوة، ولعلها السيدة الوحيدة التي حظيت بمكانة من الأسرة، يعني نعم. حظيت بأسرة كأسرتها. لم يعني السيدة فاطمة الزهراء سيدة النساء، نعم. ربما تكون حظيت بهذا الشرف، لكن نعم. السيدة زينب تضاف عليها أن أمها الزهراء. أحسنتم. وجدتها من خديجة سلام الله عليها. فنبدأ أساساً أنه بيت النبوة، نعم. هذا البيت يجب أن يكون طاهراً مطهراً، تكفل الله بأن يجعله طاهراً، تنتقل الأصلاب عندما يقول له وراء تقلبك في الساجدين، أن نسل رسول الله كان ينتقل في الأصلاب، نعم. من جد إلى جد كلها طاهرة. أحسنتم. وبالتالي فإن زينب حظيت بأجداد لم يحظ شخص غير هذه. إضافة إلى هذا أن
أجدادها المقربين، وليس لا نقول إلى عدنان وغيرها، لا نقول إلى ربما هاشم وعبد المطلب ورسول الله. أحسنتم. فمثلا جدها هاشم، إذا أردنا أن نقلب التاريخ قليلا، نقول أنها ورثت منه تلك روح الإيثار والكرم والجود والسخاء الذي كان قد تمثل به عندما كان يقطع الثريد في زمن الحصار فيعطي الفقراء والمساكين ليطعمهم. نأتي إلى عبد المطلب. نعم. فدتهم أرواحنا. عبد المطلب كان عند هذا الرجل المؤمن، الرجل الذي توكل على الله عندما قالوا له بأن إبرهة على الأبواب ومعه الأفيال، قال إن للبيت رب يحميه. نعم. هذا توكل، هذا لا يمكن أن يأتي من لا شيء. هذا هذه السلالة، هذه تتناقل في الجينات، تتناقل في الوراثة، تتناقل من جيل إلى جيل. أحسنت. بالتالي لو سألنا من النساء اللاتي في، يعني عدا رسول الله، أنا رسول الله غني عن التعريف، لا نريد أن نقف عنده الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وهو حبيب إله العالمين. أحسنت. فأي منزلة بعد حبيب إله العالمين؟ فلو قلنا عن النساء مثلا، زينب عليه السلام جداتها خديجة أولا رضي الله عنها، خديجة و ما أدراك ما خديجة. خديجة لها دور في الإسلام لا يعدله دور. عندما نتطرق إلى قضية امرأة معين أو رجل معين يؤمن بقضية، دائما المؤمن الأول هو الصعب. فخديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نساء ونعلم بأن المال عزيز علينا. جميل. حقيقة نحن النساء ربما نحب المال أكثر من الرجال، عزيز علينا. ففدت رسول الله ودعوته بكل مال الدنيا، بكل ما لديها، بكل ما توارثته، وبكل ما تاجرت به، وبكل ما وهبته إلى الدعوة. صبرها، شجاعتها. أكيد. آمنة بنت وهب مثلا، جدتها لرسول الله. لرسول الله أيضا. أيضا هذه المرأة التي استطاعت أن تحمي رسول الله. طبعا هنالك قضايا تاريخية لا أستطيع أن أكثر فيها. أحسنت. لعله لم يتعود الناس أن يستمعوا إلى بعض التفاصيل، لذلك لأنها مغيبة في التاريخ. أحسنت. لدينا من، لدينا ما ورثته من فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد أنا أقول هي ورثت الحسين وسيدة زينب، ورثوا عن عبد المطلب عندما أمطرت السماء حجارة من سجيل لتقتل الأعداء، ورثوا مطر السماء دما عندما بكيت عليهم السماء. الله. فاطمة بنت أسد ورثت عنها الزينب أنها ولدت رسول الله في المحراب طاهرا مطهرا، فتحت لها باب الكعبة. ونحن الآن نرى بأن هذا المكان الذي حل فيه الإمام الحسين وحلت فيه زينب، كيف أصبح مباركا، وكيف أصبح قبلة، وكيف أصبحت ترد إليه كل الناس. أحسنتي. وبالتالي فجد والدتها فاطمة الزهراء عليه السلام أم أبيها، أم أبيها هي الأم التي تكون مصدر كل شيء. ورسول الله سبحانه وتعالى يباهي بها عندما نقرأ في حديث الكساء، يقول له جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ يقول فاطمة وأبيها. فإذا المرأة في نسل رسول الله وفي سنة رسول الله وفي سيرة رسول الله، المرأة مكرمة معظمة، ليست ككل النساء التي تردنا في كتب التاريخ أو ترد إلينا في كتب الأخرى. هذه هي المؤثرات النفسية، المؤثرات الوراثية التي تصنع من الإنسان كيف يكون بعزة، كيف يكون ذو كرامة، لا يطأطأ لأحد، يخشى على سمعته وحسبه ونسبه من كل لائق، يخاف على نفسه من كل شيء مشين. فهذه هي السيدة زينب. عندما نتحدث عن سليلة النبوة، هي فعلا شرفت سليلة وتشرفت هذا النسل الكريم.
أكيد. وهنا يراودني سؤال عن الحسب والنسب. نعم. يعني أحيانا لما تسمعين أنه يعني عن الأحساب والأنساب يعني تفخرين بنفسك أنك يعني حقيقة أننا نتبع قادة كالأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. أما اليوم طبعا تحضرنا أو يحضرنا ذكر تلك المرأة العظيمة الطاهرة لا وهي زينب عليها السلام. هنا يراودني السؤال لا وهو ماذا أخذت السيدة زينب عليها السلام من هذه الأسرة العظيمة وما أضاف إليها نسبها؟ نعم. قلت ابتداء بأنه كل إنسان لديه عاملين. نعم. عامل الوراثة وعامل التربية. أحسنت. فمن حيث الوراثة هي مؤصلة. يعني احنا دائما نذكر لأولادنا. نعم. لبناتنا. عندما نقول إذا أراد الإنسان أن يتزوج مثلا نقول له تخطب المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ودينها. فاضطر بذات الدين تربية. فالحسب مطلوب. أحسنتم. الحسب مطلوب. فالحسب اساسا يقول تخيروا لنطافكم فان العرق دساس. نعم. اختاروا لنطافكم لان الخال احد الضجيعين. احسنت. فيقول لانه عامل الوراثه مستمر. وبالتالي لو راينا عامل الوراثه في الطرف المقابل لوجدنا هند بنت عتبه ما زال نسلها مستمر. القوم ابناء القوم حتى في العصر الحديث. احسنتم. سبحان آكلة الله. اكله الاكباد وقطاعي الرؤوس وغيرهم كلهم أين الثرى من الثريا. فعليه نقول. نعم. إنه السيدة زينب هذا الحسب الذي تكفل الله، أقول تكفل الله بأنه. نعم. يجعله. نعم. سليما من كل شائبة أولا. أحسنتي. هذا من حيث الوراثة. نعم. نأتي إلى التربية. أحسنتي. أنا الآن نقول دكتورة أو علوية فاضلة. أحسنتي. وأربي أحسنتي. فبالتأكيد تربيتي تكون صالحة. نعم. زينب من الذي رباها؟ زينب. نعم. شهدت أمها لخمس سنوات وشهدت جدها أيضا لخمس سنوات. نعم. يعني حضرت طبعا. وخمس سنوات عند زينب ليست ككل الأطفال. طبعا الذاكرة والواعية والفهم وكل الأمور التي يعني تحتاج إلى أن تدرك تكون حافظة أو هي ناضجة قبل. نعم. سنها. فبالتالي حقيقة. هذا. نعم. الحسب امرأة يربيها علي بن أبي طالب. الله. امرأة أمير المؤمنين وسيد البلغاء والشجاع والصنديد. أحسن. والذي حمل الإسلام وهو ربيب رسول الله. شوف التوارث بالوراثة والتربية توارث لدينا. أحسنت. طبعا السيدة زينب عليه السلام أقول. نعم. حظيت بما لم تحظ به فاطمة عليه السلام لأن. نعم. لأنها بنت فاطمة. الله. لأنها بنت فاطمة. نعم. فهذا يضيف لها كثير. إذا قلت أنا المرأة البسيطة وأربي. نعم. وتصح تربيتي فكيف بنت فاطمة؟ أحسنت. كيف بنت علي؟ الله. فهذا الذي نقول عنه إنها وراثة وتربية حظيت بكل الكمالات، لم يسلب منها شيء من الكمالات أبداً، لم ينقصها شيء. لا أعتقد هناك، لا أعتقد يوجد هناك أشرف وأعف من بيت النبوة. أعظم من بيت النبوة. نعم. عليهم أفضل الصلاة والتسليم. بيت علي وفاطمة. نعم. أحسنتم علوية. نعم. دكتورة هنا أيضا سؤال، كيف تناولت كتب التأريخ وكتب الروايات للإمامية وغير الإمامية خروج السيدة زينب عليها السلام مع العيال بصحبة أخيها الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم. نعم. كان بودي أن أقف عند قضية في أسرة السيدة. نعم تفضلي. المؤرخون وللأسف أرادوا أن يتلموا في قضية السيدة زينب عليه السلام. نعم. كما أرادوا أن يتلموا في قضية الإمام علي مثلا. نعم. علي بن أبي طالب. نعم. لا توجد عليه أي قضية ممكن أن تمس بشخصه. نعم. بدينه. نعم. بمواقفه. بسيرته كاملة، مناقبه. نعم. واضحة. ما رأيك لو نتوقف عند هذا هذه السيرة العطرة إن شاء الله وسنكمل الحديث أنا وأنت، لكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل سادتي، لنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم، انتظرونا.
نحييه بالقرايه بالثوابات باللطوم، نحييه كل شيء كبيتنا، نرفع الرايه همه ونطبخ ونوزع ثواب بثواب الحسين والعباس وكل الأئمة ان شاء الله. هاي تقاليدنا احنا العرب، هاي هي تقاليدنا بعد، عزائنا اللطم القرايات كل شيء. كيفية احياء المجالس هو ان التحضير الى المجالس، ان نقيم العزاء وإقامة العزاء، يعني الأغلب في البيوت، هو أن نرتدي الحجاب الأسود على أن لا يكون زينة ولا به تبرج ولا به مفاخرة، ونكون كلما تواضع الإنسان كأنما إحنا نحسب عند شخص عندما يتوفى أحد المقربين الأعزاء لديه، هل المعزي الذي يذهب إليه هل يرتدي الذهب؟ هل يرتدي الملابس الفاخرة ليفتخر بها؟ خلي تكون المرأة عند ذهابها إلى المجالس العزاء الحسيني أنها تعتقد 100% أن الزهراء، السيدة الزهراء عليها السلام، حاضر بالمجالس. عن الإمام المعصوم يقول: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. فالإمام المعصوم يقول: تعلموا علومنا وعلموها. فإحنا نستلهم بهذا الشهر الكريم المحرم أحياء مجالس أبا عبد الله الحسين من خلال مجالسنا ومن خلال تعليمنا إلى النساء بتجهيز المحاضرات الدينية وأحياء مجالس أبا عبد الله الحسين. ومن هالمنطلق هذا إن شاء الله أكو كثير من النساء طبعا تأتي إلى العزاء أحياء أمر أبا عبد الله الحسين، فإحنا نستغل هذه الفرصة في مجلس أبا عبد الله الحسين يكون كأنما درس للنساء جميعا. من هذه المجالس نتعلم علوم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلمها إلى جميع النساء إن شاء الله. حياكم الله سادتي من جديد، عدنا إليكم والعود أحمد. ما رأيكم سادتي لو نكمل وإياكم ومع ضيفتي الفاضلة دكتورة كواكب الفاضل، حياك الله وأعظم الله أجرك مرة أخرى. شكرا لك. دكتورة، احنا تحدثنا ولم نكمل سيرة السيدة الجليلة زينب الحوراء، ووصلنا إلى بعض الروايات التي تناولت كتب الروايات والإمامية عن السيدة وسيرتها العطرة. أنت ذكرت لي بالفاصل، طبعا ذكرت لي هناك مظلومية، بودي أن تعرفينا أنا والسادة المشاهدين ما هي تلك المظلومية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل قليل في الفاصل أنه عن مظلومية السيدة فاطمة الزهراء وأبنائها جميعا. بدءا كل كتب التاريخ، نعم، كتبت خصوصا التاريخ الإسلامي، نعم، كتبت إما في العصر الأموي أو العصر العباسي. أحسنت. وحتى يكتب كتاب يجب أن توقع عليه موافقة السلطة، فعليه كل ما كتب، نعم، ربما على مضض، نعم، أن تذكر بعض الحقائق، والله سبحانه وتعالى أراد أنه يظهر حقائق آل البيت عليهم السلام بفلتات الأقلام التي يكتبها المؤرخون. أحسنت. نعم. فكان من ظلامة السيدة زينب وأبيها قبلها، نعم، من ظلامتهم أن التاريخ لم يجد ما يشين هؤلاء الناس، نعم، مثلا فاطمة، علي عليهم السلام، زينب عليه السلام، الحسن، الحسين، نعم، فيحاولون أن يثيروا قضية جانبية يشغلوا الرأي العام بها، يشغلوا الناس بها. فمثلا لم يسيئوا إلى شخص علي لأنهم لا يستطيعون يقولون فيه شيئا، فأساءوا إليه بأن أبو طالب أو أن أبا طالب كان ليس على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبي طالب السلام. نعم. فهذا ليس مجال حديثنا، نتحدث عن زينب. نعم. لأننا ربما ندخل في متاهات. نعم أخرى. لأن أنت ذكرت. فزينب عليه السلام. نعم. مما وجدته في الآونة الأخيرة، وأنا أبحث عنها في يعني السنوات الأخيرة، وجدت بأن المؤرخين تقصدوا إخفاء كثير من الحقائق. نعم. مثلاً حقائق الأولى ما تتعلق بأسرة السيدة زينب، نحن لا نسمع كثيراً من الناس ممن يتحدث عن زواج السيدة زينب مثلا، نعم،
عن زوج السيدة زينب، عن أبناء السيدة زينب. أحسنتي. نعم. أردت أن أسألك قبل قليل، الكثير حقيقة يعني كان لنا هنالك يعني ندوة حقيقة، والله الحاضرين بالندوة تطرقوا إلى هذا الموضوع. أنا تبادر إلى ذهني سؤال، قلت لهم أغلب الأحيان الناس العاديين مجتمعنا لا نعرف تحديداً من هو زوج السيدة الحوراء، هذه السيدة العظيمة التي ظهرت بعد أخيها الإمام الحسين. هذا شيء حقيقة يعني يعتصر مقصود. القلب أكيد مقصود، لأن أقلام بني أمية والعباس كانت تشوش وتشوه في تلك الفترة، يعني شوهت الكثير وشوشت. نعم. وأيضاً نعم. أحسنت. دثرت الكثير من الحقائق. هذه القضية كانت مقصودة. كانوا يريدون أن يشوهوا نعم. مثلاً صورة السيدة زينب، يشوهوا بيتها، يشوهوا حقائق كثيرة من حول السيدة زينب. فمثلاً نعم. هي السيدة زينب عليه السلام هي زوجة رجل يشهد نعم. الله عندما تقرأين سيرة هذا الرجل هو أشبه بالحسن والحسين. أحسنت. هو فيه صفات علي بن أبي طالب، هو فيه صفات رسول الله، هو ابن هو ابن جعفر الطيار من آخر الكلام. نعم. أحسنت. كثير من الروايات تقول بأنه السيدة زينب كيف خرجت ولم يخرج معها، فإذن هو غير موافق على ذلك. لنحلل قليلا هذا الأمر ونقف نعم. عنده. أحسنت. ثم نقول أولا من هو السؤال الأول. نعم. جعفر الطيار كلنا يعلم بأنه كم من الناس قتلوا وقطعت أشلاؤهم وكذا، فلم يحصلوا على صفة الطيار في الجنة الله إلا جعفر. الله. جعفر أخو علي، هو ابن أبي طالب. أحسنت. هؤلاء ليسوا كباقي البشر، كرمهم الله في الدنيا والآخرة. نعم. فابنه جعفر، يعني العفو ابن جعفر هو عبد الله. نعم. عبد الله ولد في السنة الأولى للهجرة. أين؟ في الحبشة. كان أول وليد في الحبشة. الله. أول الله. من ولد في الحبشة بعد هجرتهم من طغيان قريش. نعم. طبعاً هذه كرامة ما بعدها كرامة أكيد. نعم. نعم. ففرحوا به وعادوا مرة أخرى إلى رسول الله وأحضان الأسرة مع رسول الله في المدينة. فكان عمره في ذلك الوقت 7 سنوات. توفي جعفر واستشهد جعفر في 8 سنوات، يعني في 8 للهجرة في معركة مؤتة. فتكفل عبد الله بهذه الأسرة. نعم. انظري إلى الكرامات التي حصل عليها هذا الرجل. نعم. وهو صغير كانت أسماء تتحدث مع رسول الله يعني شأن عائلتها وأنهم تيتموا وليس لهم من يعيلهم. نعم. فقال لها رسول الله عائلة تخشين وأنا كافلك في الدنيا والآخرة، بما نعم. معنى الكلام لأنني حقيقة نعم. لا أتذكر نص العبارة. نعم. إن شاء الله. لكن قال له أن بارك الله لجعفر في بيته. نعم. وبارك الله في تجارتك أو نعم. في صفقتك. نعم. فهذه المباركة التي حظي بها عبد الله نعم. جعلت منه وهو صغير تاجرا كبيرا، لأن دعوة رسول الله لا يردها شيء، كل الله. الأنبياء دعواتهم لا ترد. الحمد لله. فبارك له رسول الله بهذه الدعوة وأصبح من صغره تاجرا. نعم. ثم أنه لم يصبح فقط تاجرا. نعم. وإنما توارث مثل زوجه زينب، توارث هذه الصفات الحميدة نعم. التي هي صفات هاشم وصفات عبد المطلب وصفات أبو طالب نعم. وصفات غيرها، وهو وريث تلك الأسرة الكبيرة بالكرم الله. فيقال أن في العرب 10 من الأجواد الله. أسخاهم وأجودهم عبد الله نعم. ابن جعفر الطيار. ما شاء الله. أسخى رجل على نعم. وجه الأرض كان عبد الله. عبد الله. نعم. فكانوا يعترضون بأنه يعطى له العطاء الكثير، يقولون لأنه كان يستلمه باليمين يعطيه باليسار. نعم. بارك الله بك. شكرا لك.
جزيلا حقيقة على ما أرفدتينا وزودتينا بكل تلك المعلومات. كنت أتمنى لو لدي وقت أكثر لأعطيتكم حقائق أكثر وروايات أكثر. إن شاء الله في الحلقات المقبلة ستكونين معنا ونفخر أن حقيقة أن نكون بذكر هذه السيدة العظيمة. شكرا لك سيدتي الفاضلة كواكب الفاضل، وكما نشكر سادتي الأفاضل، ووصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. سادتي، هذه هي واقعة كربلاء، والتي تعتبر من الأحداث التي عصفت بهذه الأمة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما كان للسيدة الجليلة زينب الحوراء دورا أساسي ورئيسي في هذه الثورة العظيمة، فهي الشخصية الثانية على مسرح الثورة بعد مقتل أخيها الإمام الحسين عليه السلام. تصوروا. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا. نشكر كل العاملين والقائمين على هذا البرنامج، برنامج فيض من كربلاء، وإن شاء الله سنكون معكم أنا وضيفتي الفاضلة، شكرا لك، في الحلقات المقبلة الأخرى. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.